هل يجوز لهيئة أن تجبر النساء على ارتداء الحجاب وتعتقل المخالف بما أن الحجاب فريضة ويحفظ المجتمع؟ بالنسبة للستر يجب على من تولى أمر المسلمين في بلد من البلدان، سواء كان دولة أو حاكما قادرا على ذلك وبسط نفوذه على بلد معين، أن يفرض على النساء ستر ما أوجب الله ستره، ومن خالفت ذلك فهي فاسقة يجب تأديبها يصل على وجه الاعتقال. الشرع. نعم، بما يقتضي بما يراه من التعزير يمنعها من العودة لذلك.